ان الايمج انجل الصوره اللي انا شايفها بتساوي ايه؟ بتساوي الدايركشن. هنشوفه هيحصل ايه، نجرب. هو كده بقى يعني بيطلع بيتكي ينزل بيتكي يطلع بيتكي ينزل. يعني احنا عايزين نقلل نخليه سنسبل شويه. ممكن يعني طريقة ما ممكن يعتمد على السرعة، ممكن يعتمد على ال يعني أو سرعته بالسالب، كل ما يزيد السالب يعني. ممكن نجربه دلوقتي يعني if speed يعني أكبر ال v speed، هنعتمد على ال v speed. طيب ال v speed يعني اكبر من اكبر، معناه ان هو يبقى كده ايه نازل. if الـ speed اكبر من ال مثلا 4، معنى ان هو نازل كده، او 5 مثلا، يحصل ايه؟ يحصل الـ image angle يحصل له ينقص، ناقص 1 ناقص 2، بس ما ينقصش بمعنى ان هو ما ينقصش ويقعد يعمل كده، ما ينقصش وبعد كده يلف، لا انا عايزه ينقص لحدود معينه، ان هي يبقى الايمج انجل بتاعه يبقى يعني ما يبقاش، لازم يبقى اكبر من السالب 90. يعني لو هو اكبر من السالب 90 او ناحيه الناحيه اليمين باصص يمين، فانا عايزه يعمل كده. دي نخليها كومنت كده لغايه ما نجربه الحته دي. فاحنا كده يعني هو بينزل نوعا ما، هو كده بقى بينزل طبقا لسرعته اللي هو نازل بيها. فاحنا عايزين بقى يرجع تاني، فاحنا هنقول له مثلا if v speed اصغر من 5، if image angle، if image angle مثلا اصغر من 90 يزيد 2، ولو ال v speed اقل من 5 وبرضو ال v speed اكبر من سالب 5، هي هنا دي هنخليها سالب صح، ال v speed يبقى اصغر من سالب 5، يبقى ال image angle شوية. يا عبد الرحمن لسه ولا خلاص؟ اسف على انقطاع الصوت، هو المايك كان بايظ خالص بيبوظ. احنا هنا كنا عايزين نعدل سالب 5، ان هو ال v speed لو اصغر من سالب 5 يعني هو كمان قل عن سالب 5، يعني باصص فوق لدرجة ان هو بقى يعني خليها سالب 1 مثلا، فلما يبقى او نخليها صفر صح، صفر صح، يعني بحيث ان هو يبص اكتر، فالايمج انجل يبقى موجب 2 ان هو يزيد كده لو اصغر من 90 طبعا عشان ما يلفش. هنا هنقول له بقى لو الـ v speed لو السرعة الأفقية أقل من 5، يعني هو نازل كده أقل من 5 يعني مش نازل قوي، وأكبر من السالب 5 وأكبر من السالب 4 أو أكبر من الصفر، أكبر من الصفر، يبقى الـ image angle يحاول يروح للصفر. احنا مش هنخليها يحاول دلوقتي، احنا هنظبطها بس نخليه بيتحرك كده اهو. اظن انتم ملاحظين الحركة، انا ممكن اخليه بقى اول ما يضغط على الليفت بريز
اخليه الايمج سبيد بتاعه، الايمج انجل اقصد، يساوي صفر. تمام. فاحنا هنا هيبقى عباره عن ان هو اول ما يعمل الحركه دي وهكذا، يعمل سيفنج وكده. احنا بقى عايزين نعدل حاجه بس بسيطه، ان هو وهو نازل ان هو يبقى يعني اصغر من الصفر، اظبطها شويه، او اصغر من 2 بحيث ان هي تبقى قريبه شويه، منطقيه شويه. نجربه. مظبوطة كده، أظن مظبوطة. هنعمله بقى، هنضيفه السنسبيلتي اللي هي يعني شوية شوية جمالية، وهو بيرجع، وهو بيرجع الحركة بتاعته. هنسمي الحتة دي بس السبرايت تشينجينج أو الأنجل تشينجينج، عشان بس يبقى يعني لو هنرفع الملف لوحده الناس تفهم هنا أنا عملت إيه. هنقول له بقى لو كده، لو الإيمج انجل اكبر من صفر تعمل لي ايه؟ تخليه لي لو هو اكبر من الصفر، يعني هو رايح كده، انت تقلله لي، تخليه لي ناقص 3 مثلا بحيث انه يرجع بسرعة. ولو الايمج برضو if الايمج انجل اصغر من الصفر يحصل ايه؟ يحصل الايمج انجل يزيد 3. ولو الايمج انجل يعني او كده، احنا نجرب نوعا ما مش مظبوطة بس عادي، يعني نتكلم على يعني نضيف بس مجرد جمالية شوية، مش دي الاساس اهو. تمام كده احنا خلصنا البيرد نوعا ما. هنكمل في الجزء الثاني ال 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 الارض، وبعد كده هنضيفه بقى البلوكات اللي هي بتتحرك، يعني دي تعتبر اصعب حته. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الجزء ده من التوتوريال. هنسيف ونشوفكم في الجزء الجاي ان شاء الله. هتلاقوا الرابط بتاعه في الديسكريبشن تحت.